دانا جبر حملة تضامن مع الفنانة السورية بعد تسريب صور خاصة بها. أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع الممثلة السورية دانا جبر، وذلك بعد تعرضها لحملة ابتزاز وتشويه سمعة عبر نشر صور خاصة لها عبر الإنترنت. وبدأت القصة مع حساب الإنستغرام تحت اسم فضيحة دانا جبر، والذي بدأ بنشر صور تعود للممثلة، وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول ونشر الصور من خلالها، وتم إغلاق حساب الإنستغرام بعد الإبلاغ عنها. وحسب صفحة تابعة للممثلة، فإن جبر أكدت تعرضها لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قبل شخص مجهول في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته، وأضافت بأن هذه الصور قديمة جدا وشخصية وغير معدلة للتداول أو النشر. وحظيت جبر بتعاطف واسع من قبل نشطاء وجمعيات نسوية ومغردين، إذ رفض جميعهم حملة الابتزاز والإساءة التي تتعرض لها الفنانة، منددين بكل من ينشر الصور وداعين لمحاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. واستخدم مغردون وسوم متضامنون مع دانا جبر وهاشتاغ الفضيحة للمبتز تعبيرا عن دعمهم لها ومطالبين بمحاسبة المسؤولين. وفي حين تحدث مغردون على ضرورة الحفاظ على خصوصية النساء بشكل عام، أكد آخرون منهم صفحة نسويات سوريات بأن الصورة الخاصة ليست جريمة، لكن السرقة والابتزاز هم الجريمة، مشددين على أهمية تجريم اختراق الخصوصية. كما تضامن مع جبر فنانون منهم الممثلة السورية تولين أيمن البكري، والتي خرجت في بث مباشر عبر صفحتها ونددت بمن وصفتهم بحراس ونواطير الشرف. واستنكر آخرون تداول صور الفنانة عبر حسابات وهمية لاستجداء التفاعل من قبل شريحة من الشباب العربي، واصفين هذا الفعل بالسقوط الأخلاقي. وتنحدر دانا جبر من عائلة فنية عريقة، فهي حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف، شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وخالتاها الفنانتين ليلى ومرح جبر.